اخر شيء يعني فاضطريت انه اعرض كليتي للبيع. كليتي للبيع معلم. ما عندك حدا مريض بده كلية؟ خير اخي، شو صاير معك؟ احكي لي. ما في شيء معلم، بس كليتي بدي ابيعها، بدي اعيش منها. حسبي الله ونعم الوكيل. الله يعين العباد. الله يعطيك اخي، الله يعطيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كليتي للبيع معلم تشتري كليتي؟ الله يعطيك اخي، الله يعطيك. حسبي الله ونعم الوكيل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر الله أكبر. كليتي للبيع أخي. أخي تشتري كليتي؟ عفوا كليتي تشتريها؟ أخي أنت عم تمزح يعني؟ لا بحكي معك جد. ليش بدك تبيع كليتك؟ شو هالحكي؟ اخي بدك تشتري ولا لا؟ لا تحرجني داخل علينا. ممكن افهم انت شو السبب عم تبيع كليتك؟ فهمني. اخي انا عندي كوم لحم، من وين بدها طعم يونزا ما بعد كليتي؟ تبيع كليتك؟ ايه. لك فيك تشتغل يا ابن الحلال، شو تبيع ما تبيع؟ شو هالحكي؟ اخي انت مانك عايش بهالبلد؟ عايش طبعا. مانك شايف انه رغيف الخبز صار حقه 200 ليره؟ مزبوط كلامك، بس مو لدرجة انك تبيع كليتك. لهالدرجة واكتر، عم اشتغل ورديتين من نهار لحتى عم اطالع باخر الشهر 50,000، ما عم كفينا. اذا ما بعت كليتي ولادي بموتوا من الجوع. حسبي الله ونعم الوكيل. اخي انت اشتري كليتي، خليني امضي هالفترة واطعمي فيها ولادي، وانت مبين عليك ابن عز ومعك مصاري، ما راح تفرق معك. يا ابن الناس، ما كنت متوقع ان اولاد بلدي وصل معهم لهون. تبيع كليتك؟ ايه؟ لتعيش فيها؟ ايه؟ اسمع اخي، ما رح اخليك تبيع كليتك، بس اذا خليت خربت ولسه في ولادين حلال، انا هلا رح ساعدك، رح تاخذني عبيتك لحتى اساعدك واساعد ولادك. عن جد عم تحكي اخي؟ ايه. الله يحمي لك شبابك، الله يخليك لأهلك. لك انت مو بنز، لك انت ابن حلال، لك انت اللي مثلك انقرضوا. لا يا ابن الناس، لسه الدنيا بخير، انا رح ساعدك واساعد ولادك، ولسه في كتير ولاد حلال بهالبلد، والدنيا لسه بخير اخوي. انا رح ساعدك، في كتير امثالي رح يساعدوا امثالك، بس خلينا اخوي وندير بالنا على بعض، لانه نحن ولاد بلد وحده. بدي اقول لك شيء. قلي. تتضايق مني انت اذا انا وسخ؟ ليش لتضايق؟ لاني لبسي وسخه، بدي اضمك، نفسي اضمك لاني حسيتك اخوي من لحمي ودمي. اخي الوسخ مو من خارج، الوسخ بيجي من القلب، وانت باين قلبك نظيف، نحن ولاد بلد وحده. اطعم الفقراء والمساكين يطعم الله ولدك. كن بخيلا على الفقراء والمساكين تمحق البركة من كسبك. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. إنما أنت بترزق علشان زوجتك. أنا هلأ رح أخذك معي، تاخذني على بيتك وأساعد أهلك. الله يكثر خيرك، الله يحمي لك شبابك يا ربي. وأنا بدعي لأولاد بلدي إنه كل واحد غني يساعد الفقير، لأنه كلهم بحاجة. مشي معي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً بعد بحث وتواصل وتنسيق مع هذا الرجال وصلنا له الحمد لله. امبارح كان ناشر صورته متواجد أمام عبر باب الهواء اللي كان عارض كليتي للبيع، فالحمد لله وصلنا له، وحالياً إن شاء الله هو راح يحكي لنا شوي عن وضعه. حجي بس حكينا شوي عن وضعك. أنا اسمي جمال بارك، أنا صار لي 37 يوم نازل، وقضيت 37 يوم أكتريتها في العراق، نايم أنا وعيان. يعني إيش بدي أحكي؟ ما خليت منظمة، ما خليت مكان، ما خليت يعني منظمة إلا ما رحت عليها وبس صراميهم وبس بجريهم، ما حدا رضي يساعدني لا بخيمة ولا بشيء. فيعني ما بعرف إيش بدي أحكي، ما بعرف. يعني بعت أغراضي وبعت لبسي وبعت كل شيء مشان أطعمي أولادي.
اخر شيء يعني فاضطريت انه اعرض كليتي للبيع منشان انه اتقاوى انا وعيلتي في الخيمه. وانا قلت لهم برجع اعيد الكرة.